السلام من جديد واهلا وسهلا بكم. وصلنا وياكم للامر برنت، يستخدم لاستخراج اوامر من جزء معين ووضعه بالتيرمينال بصوره رسوميه مكتوبه. فور اكزامبل على هذا الكلام انا ممكن اقول كيو سمبل برنت، عرض لي شنو موجود بالكيو سمبل. انا ممكن اقول له اي بي address print، تمام. إذن هذا الأمر يستخدم لاستخراج أوامر من جزء معين ووضعه بالتيرمينال بصورة رسومية مكتوبة، وعادة احنا دائما نستخدمه هذا الشيء. ممكن أني أيضا استخدمه بجزء معين في استخراج يعني أنا ممكن أنه أستخدمه باستخراج جزء معين فقط، وراح أوضح لك هذا الشيء حتى تفتهم على هذا الكلام اللي أنا أقوله. يعني أنا ممكن أنه هذا البرنت أستخدمه باستخراج جزء معين فقط، تمام. هذا عليه أمثلة كثيرة، فأني ممكن أنا أقول Q simple print count only، تمام. ممكن اني اقول له Q simple print state simple print state. ممكن اني اقول له log print مثلا log print follow new. خلينا نطبق هذا log print follow، بتباوع عرض لي شكو موجود باللوج برنت. اني ممكن انه اقول له اي بي روت برنت وير انترفيس شنو مثلا. اني اختار هلي نشوف شنو عندي يعني بالانترفيزات. اوكي انترفيز مثلا اوت تمام. اذا ممكن انه اني استخدمه باستخراج جزء معين وغيرها. طبعا هاي الأوامر ممكن انت هو يستخدم عادة لاستخراج جزء معين وتعرض به، يعني مثلا انت شنو اشتغلت راح تعرض به، تمام. يعني الاعداد الكونفج اللي اشتغلته مثلا تقول اي بي، مثال على هذا الشيء مثلا تقول اي بي اي اوكي اي بي دي ان اس، او ليش احنا مثلا هي DNS IP DNS برنت. ليش باوع ظهر لي شنو موجود ب خانة ال DNS، تمام. اذا يستخدم باظهار الحالة. اتمنى الدرس بسيط، تحياتي لكم.